يا كابتن سمير. يا كابتن سمير، مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا كابتن امير، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انا نورنا دايما. قبل ما اتكلم على امير، على اليون الحكم بتاع بكره، انا جنبي الحكم الدولي محمد كمال ريشه، وبيسلم على حضرتك تحياتنا ليه وعلى قناه النادي الاهلي، او مع حضرتك الاول وبعد كده اخش مع حضرتك على طول. اوكي. السلام عليكم يا كابتن محمد، مساء الفل على حضرتك. ازيك يا امير؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، ربنا يعزك، ربنا يبارك في حضرتك. البطولة شايفها ازاي، وبتحديد الحكام، وبالتحديد حكم مباراة الغد، الحكم الكاميروني، رأيك فيه ايه، وهل هو مناسب لإدارة مباراة الافتتاح ان شاء الله؟ والله هو كان طبعا، وكان من ضمن الحكام المرشحة، من ضمن 3 حكام كان جسامة والحكم الاثيوبي. بس انا كنت مرشح الحكم الاثيوبي، هو اللي يعني كان كل البوادر بتقول اللي هو الحكم المباراة. لكن الحكم الكاميروني يعني قبل كده أدار مباريات، هو من حكام الصفا في إفريقيا. وإن شاء الله كده نتمنى لو يكون عند يعني على مستوى الحدث، وإن شاء الله كده ربنا، أهم حاجة إحنا ربنا وفقنا كمنتخب مصر إن شاء الله، ونأدي مباراة طيبة نفرح شعب مصر وجماهير مصر اللي هي متعطشة إن شاء الله بإذن الله للحدث الكبير. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله بطولة كبيرة، باستقبال، بتنظيم، باستعدادات أنا أول مرة أشوفها بأمانة. حتى أنا بقول النهاردة دي في كأس عالم، مش بطولة أمم. إن شاء الله القيادة السياسية والمسؤولين عن الدولة، الحمد لله، من أكبر سيادة المشير الرئيس السيسي طبعا، ورئيس مجلس الوزراء، والقيادة كلها ما شاء الله يعني مدية اهتمام للبطولة، وإن شاء الله تكون بطولة كبيرة وتليق باسم مصر وتاريخ مصر إن شاء الله. متفائل ولا لا إن المنتخب إن شاء الله يحقق اللقب؟ طبعا متفائل إن شاء الله. مصر هي مصر، ومصر طبعا ده فوق كمان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.